نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى التليف الرئوي وحالات السمنة المفرطة المرضية والتي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، والحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعيات الدموية والتليف الكلوي والأمراض والحوامل، وخاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، والمصابون بالزهايمر والمرضى النفسيين طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.